صباحكم بخير، انا مالي بيت وحشوني كيما انا توحشتكم بالبزاف. اليوم لا فيديو تاع اليوم كما كنت تقروا عنوانها اسفل الفيديو، اللي هي مي برودوي فيني ولا منتجات اللي كنت كملتهم هذه الفتره. قلت لكم راه عندي منتج بزاف راني نحاول نكمل فيهم هذه الفتره، دونك راني كملت شويه ومازال اون دوزيام بارتي ثاني واحد اخرى مازال باقي النص. دونك نقص لكم غير باش ما تجيش لا فيديو ممله وطويله، دونك خيرت اللي كملتهم ولا وكان اللي مازال ما كملتهمش راهم نصفين، كي نكملهم ان شاء الله نزيد لكم اون اوتر فيديو. دونك قبل ما نخليكم على سويت على فيديو توجور دوجور نذكر اللي جديده مرحبا بها في القناه، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا لا كلوش باش يوصلكم جديد، يعني كي نحط فيديو جديده توصلكم لا نوتيفيكاسيون، وتبعوني على لي ريزو سوسيو اللي يعني نخليهم لكم دائما اون با دافورماسيون. ونروحوا توت سويت مع لا فيديو بلا ما نطول عليكم. الوغ اول منتج كملته هو هاد لو شامبوان اون تيشو تاع لا مارك فيشي، سي لو داركوس تكنيك. ان فات هذا سي ان شامبوان انرجيسون كومبليمون اون تيشو، هذا مركه لي ديرماتولوج. كي رحت نفوت على لاشو تاع شعري مركه لي هو بيه بلوزون بول تاعه لي غاليين، ما شريتهمش صراحه باش نصالحكم، شريت غير لو شامبوان وعطاني لي كومبليمون تاع بلوتو لي كومبريمي تاع الزنك كملتهم تاني. توت فاصون راح نهضر لكم على التجربه تاع لاشوت في اون فيديو وحدها، مي ليسونسيال راح نحكي على هذا المنتج دوك نوريكم كيفاش داير من الداخل، ونخليكم الاسعار في سياق الفيديو. هذا صراحه انا ما نفعنيش زعما باش حبس لي لاشوت ولا ما حبسهاليش، ما نفعنيش. اون بلوس الحاجه الزوجه سيكو زاد نشف لي شعري اكثر، وعاود تكريا لي المشكل تاع القشره اللي ما كانش فيا اساسا. وراني عاده دروك ندير فلاستوس تاع محلول القهوه اللي كنت ديجا حطيتها لكم في القناه تاعي، روحوا شوفوها. دونك بصفه عامه باش ما نطوش عليكم، هذا المنتج انا شخصيا نحكي على روحي تجربتي الشخصيه ما نفعنيش، ما حبسني لاشوت ني والو، بالعكس لاشوت قاعده هي وزاد هلكني زاد نشف لي شعري وزاد لي القشره. ممكن بعض منكم ما غاديش يوافقني الراي باسكو شفت كلكو زافي في لي باج فيسبوك وفي لي كونط انستغرام، كاين دي بلوغوز لي هضروا ولا لي انستغرامرز لي هضروا عليه، وكاين لي شكروا وكاين لي معجبهمش. انا وحده من الناس ما مشي معجبنيش ما فادنيش، انا نحوس المنتج كي نسيه سيكون نستفاد منه، انا شخصيا ما فادنيش هذا المنتج نهائي. تاني منتج هو هاد لاكريم ديبيلاتوار تاع لا مارك فيت، هاد لا مارك ما تخطينيش، و لاكريم هادي ديبيلاتوار ما تخطينيش، كاينه هي وكاينه هاد البتي فورما لو غون فورما. تاني لقيت اون ايماج نحطها لكم هنايا في سياق الفيديو. اون فيت قلت لكم شرو هاد الغوص تاع سيلك اند فريش باسكو الاخرين ما عجبونيش، تستيت الفيغ والاخرين اللي ما فيهمش سيلك اند فريش ما عجبونيش. باغ كونت هادي شابه بزاف وراني شعم خطره، شاك فيديو برودوي فيني نوريها لكم وبزاف شابه، ننصحكم باش تجربوها. مورا كملت هاد الزوج تاع لي دونتيفريز تاع اكوا فريش وتاع سان سودان. الخطا اللي فاتت مدت لكم روتيني العنايه بالاسنان، هدرت لكم على سان سودان بصح لو سوان بلونشور هاد الكري بلونشي لي دون اون دوسور، هذا مليح نبغيه، كاين هو وايميل ديامون اللي نبغيهم بزاف. باغ كونط هذا ما عجبنيش تاع اكوا فريش بلونشور انتونس، هذا ما دار لي والو، حسيته غير يغسل وصاي زعما ما زادليش اضافه، و كنت نكمل فيه وصاي غير باش ما يقعدش يدع باطل. مي سينو سان سودان جو فاليد عجبني بالبزاف واكيد غادي نعاود نشريه. مراها كنت كملت هاد بيل دو كوكو مع عند لا مارك لوفينا بيوتي، هادي ماركه محليه اللي ما يعرفهاش، عندهم منتجات واحد اخرين ابار هاد البيل دو كوكو بصح مانيش عاقله شي هما، جو بونس ما ورد وحاجه كيما هكا. بيل دو كوكو تاعهم صافا لاباس بها، مليحه عجبتني وشدت لي، اون بلوس هذا شدت لي، شوفوا شحال فيها 160 غرام، شدت لي فريمون شدت لي. ممكن نشريها، ممكن تستي ماركه واحد اخرين كيما تاع جو بونس مارليانا ولا تاع ايديس، ممكن تستي هادوك زعما نبدل غير باش نشوف زعما الجوده تاع المنتج اسكو هذا مليح بارابور الاخرين ولا كاين اللي احسن منه. في السعر هو رخيص كاع فيهم بارابور لي بري تاع لي ويل دو كوكو لي متواجد في الاسواق، مي سينو ميم لو برودوي اي لي بيان مليح، ما حسيتش زعما حاجه ماشي مليحه، ولا كون حسيت حاجه ماشي مليحه نقول لكم تستعملها في لي ماسك في لي سوان دو بو في لي بان دويل شعري في لي بان دويل وجهي اكسيتيرا. دونك ننصحكم باش تجربوا هاد لا مارك لوفينيا بزاف بزاف شابه. انسويت كملت هاد الكريم المهدئ ولا اون كريم ابيزون سوا انتيم اي كوربورال تاع لا مارك انتيم ال، باغ كونط هادي عجبتني بارابور تاع سافوريل، هادي بزاف شابه و اون بليس فيها زيرو بارابون و زيرو كولورون. دوك نوريكم التوب تاعها ورخيصه على سافوريل وخير منها. دونك ها هو التوب تاعها كيفاش يجي من الداخل، سي اون كريم ابيزونت يعني لا زون انتيم باش تابيزو لابو تاعكم، تجي كيما هكا تلقاوها عند لي فارماسي بارتو. انا جو فاليد هاد لا كريم بزاف عجبتني، شابه مليحه بارابور سافوريل باسكو تيستيتهم في زوج، بارابور سافوريل هادي انتيمال هي خير منها.
جو سي با الى عندهم ان جيل نيتوايونت على لي زون انتيم جو سي با ما على باليش مي هاد لا كريم ابيزونت جو فاليد 100% فوالا Ensuite, comme je la pré-shampoo à énergie fruit, je me suis la vidéo à énergie fruit, je vais vous détail qui shampoo qui la pré-shampoo, je vais vous la gamme, je vais vous la gamme, je vais vous la gamme, je la vidéo à la gamme, je vais vous la crash test énergie fruit. En fait, tellement je vais vous la pré-shampoo que je vais vous la gamme, je crois qu'il y a 2 ou 3 utilisations, je après-shampoo, j'ai repris ça fait le temps. C'est un 2 en 1 masque et après-shampoo. Il devrait être des détails les raïfés. روحي لا فيديو هكا ندعوكي سيدتي ولا انساتي باش تروحي تشوفي لا فيديو هكا باش تعرفي لا في تاعي في هذا المنتج مي هنا من هذا لا فيديو نقولكم جو فاليد ونموت عليه واكيد غادي نعاود نشريه كملت هاد لابروم دو كور هادي صراحتكم بها ملي اكتشفتها ملي ديكوفريتها صراحتكم بها سورتو تاع نوات كوكو سانرايز كوكو ولا كوكو سانرايز بزاف شابه اون ديري راح تلقى طوري فيكم والله العظيم غير ريحه الكاطو فيكم سكري لواحد الدرجه ما تصوروهاش ممكن البنات اللي ما يبغوش الصوالح ولا لي بارفان ولا لي زودور ولا لي بغيم سكري ممكن ما غاديش تعجبكم بصح انا نموت عليها واش عامل وحده جربتها ورسلت لي وقالت لي فريمون اون ديغي حبه كاطو راهي تتنشا فوالا حبه كاطو وراهي تتنشا دونك فريمون جربوها اون بلوس رخيصه ماشي غاليه تاع لا ماركت دو بيست ماغازان اللي ما يعرفهاش ماغازان جي فيمينيوم سموهم دو بيست كولكشن براند ودارو اون مارك ليوم جو بونس عندهم لي بارفان اوم اي فام وعندهم لي بروم بور لو كور وعندهم لي اوت كولون دونك خليكم لا باج تاعهم فيسبوك ولو كونط تاعهم انستغرام اون بار دانف موراها كنت كملت هاد لو فون دو تام من عند لا مارك ميبلين دريم ساتاني كيد في اس بي اف 13 وفي 30 ملي وهادي لا تانت ان ناتشورال ايفولي هادي لا تانت لا بلو كلير عندهم ولمتني نيشان هذا الي اكسيلون بور لي بوسيش هبل 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 نعاود نشريه ديفينيتلي كاين واحد اخرين شفتهم بدلو لهم باكاجينغ ماشي هكا بدلو لهم باكاجينغ جديد مي لو برودوي ما على باليش من الداخل اسكو قاعد هو لو ميم ولا لا مي هاد لو فون دو تان بصفه عامه جو فاليد الي اكسيلون لي بوسيش ميم حتى لي بو ميكس جو بونس تقدروا تستعملوه هبال 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 عجبني بزاف خفيف استعمال يومي ميديوم كفرج صح التعبير لا كوفرونس تاعه اني موين بزاف بزاف شباب للاستعمال اليومي وننصحكم باش تجربوه موراها كملت هاد لو دو روز ما على باليش واش من ماركه جو بونس الاصيل ان فات هادو عندهم او دو روز يجي من الداخل ترونسبارون قرا واحد اخرى تجي من الداخل روز شرو لي ترونسبارون باسكو الروز فيه الكولورون وهذا وتاكدوا من نقطه بزاف مهمه اللي هي زيرو الكول بون كنت ديجا درت لكم فيديو ما قبل في شحال درتها في القناه تاعي فوائد استعمال ماء الورد وشايله الفائده تاعه وكيفاش تميزي بين ماء ورد من مليح اللي مشي مليح لازم لك كاين امور تقريبا تطالع عليهم هكا باش تعرفي تخيري لو دغوز ايديال كما يقولوا مي سينو هاد لا مارك دوها من عندي شرو ترونسبارون وبزاف عجبني القرعه تاعها زداش شحال ترفد نقول لكم شحال ترفد ما دايريش ليسونسيال هاي لا مارك الاصيل ما بغاش يجي الفوكس ليسونسيال اسمها الاصيل وتجي تعزداج ونخليكم لو بري تاع كاع لي برودوي في سياق الفيديو مي سينو عجبني بالبزاف موراها كنت كملت هاد الجليسيرين النباتي شكون ما تعرفش الجليسيرين النباتي نستعمله في لي ماسك في الخلطات اكسيتيرا في سوان دو بو جينيرالمون هدرت لكم عليه استعمالات وفوائد الجليسيرين تاني درت لكم فيديو في الشعال روحوا اللي بغات تطالع وتدي فائده وتشوف تدي نظره كما نقولوا على الجليسيرين النباتي والاستعمالات تاع فوائد تاعه روحي شوفي لا فيديو تلقيها في لاشين تاعي وكنت كملت اخر منتج اللي هو هذا القناع او غسول الودعه بالليمون اون فات هذا شفيف فيه ثلاث مكونات فقط اللي هما فيه غسول ابيض وفيه الودعه اللي هي هذه مطحونه وفيه الليمون هذا كيفاش ديريه تخلطيه مع الماء ورد وديريه في باطه وتولي تستعمليه كوم ان ماسك كيما حنا لي بوسيش ما نقلناش بزاف الطين ديري اون فوا بار سيمين تكفي لانه ينشف لا بو باغ كونتخ لي بو غاز جو كونسي تستعملوه دو فوا او تخوا فوا بار سيمين باش يابسوربيكم هاداك الزيت من وشكم هذا هبال 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 اون بلوس ميديش غالي يدير رخيص تلقوه عند العشاب فوالا دونك هذا بزاف شباب يجي كيما هاكا من الداخل يجي فيه ساشي هاكا وتجي لا بودغ لداخل وتخلطيها دونك انا ما نخلطهاش كاع ضربه واحده كل خطره نخلط شويه كل خطره نخلط شويه مي سينو هاد لو برودوي جو فاليد عجبني بالبزاف بالبزاف ها هو
تبغوا لي تبغي دير كابتشور ديكرون ولا ها هو سموه الودعة ماسك ارجل الودعة. دونك لي بنات الحق رانا فانت على فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم تكونوا استفادتوا عجبوكم كاع لي برودوي وان شاء الله تجربوهم. نبقى نقول لكم تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم ما تنسوش تابوني وتفعلوا لاكلو باش يوصلكم جديد وتبعونا على لي ريزو سوسيال نخليهم لكم اون بار دانفو نقول لكم باي باي.